بداية، كيفاش كتنظروا لحالة الاحتقان التي يعاني منها جسم المحامين في المغرب وحالة الانقسام في صفوف المحامين منذ فرض جواز التلقيح؟ قبل ما نجاوبك على السؤال ديالك، اولا نبغي نعرف على انه هاد الاراء اللي غادي ندلي بها اليوم ووجهة النظر حول هذه المواضيع، هذه هي وجهة نظر شخصية ديالي، يعني اراء شخصية ديالي، ولكن مستند فيها على مجموعة من المهام اللي كان تولى القيام بها داخل مجموعة من الإطارات المهنية. أولا أنا عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس، ويعني إلى عهد قريب جدا كنت الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بمكناس، والمنسق المجلس الوطني لنقابة المحامين المغرب، وأيضا كنت مكلفا إلى عهد قريب باللجنة النضالية في المكتب الفيدرالي لجمعية المحامين الشباب بالمغرب. اليوم ما كنتكلم حتى باسم أي إطار، لأن ما عنديش صلاحية أنني نعطي مواقف رسمية ديال هذه الإطارات، باستثناء إلى حلت على شي موقف رسمي صادر في بلاغ أو بيان، بطبيعة الحال هذا كيكون موقف رسمي كنستدل به. ولكن من داخل هذه المهام هذه، يعني هذه المعركة المهنية الأخيرة، كنت يعني بداخلها وأعرف دواليبها بشكل جيد وأعرف يعني الخبايا ديالها. فالسؤال ديالك مهم جدا، لأن فعلا يطرح في الساحة على أن الخروج ديال المحامين والاحتجاج ديالهم والوقفات اللي نظموها كانت فقط لما تقاسوا هما شخصيا وتقاس المصالح الخاصة ديالهم، وأنهم ما كانش عندهم مواقف في الوقت اللي كانت فئات كثيرة من المجتمع المغربي كتخرج وكتحتج على فرض جواز التلقيح وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. هذا الكلام هذا يعني من ناحية المبدئية غير صحيح، كون أن الإطارات المهنية ديال المحامين ما كانش عندها مواقف من جميع القضايا الحقوقية اللي كتمس جميع الفئات ديال الشعب المغربي، هذا الكلام غير صحيح. يعني يمكن الإنسان بحث بسيط يلقى مختلف البيانات اللي صدرت على الإطارات المهنية ديال المحامين، نقابة المحامين المغرب، فيدرالية جمعية المحامين الشباب المغرب، كانت تواكب دائما أي حدث فيه مس بحقوق الإنسان، بحقوق الدستورية، بالحقوق القانونية ديال أي فئة من فئات المواطنين، وكدير فيها بلاغ وكدير فيها موقف. يعني مؤخرا ربما كنا دائما على تواصل مع وسائل الإعلام، كنصيفطوا لهم البلاغات ديالنا، كان مثلا الأساتذة المتعاقدين كنا صدرنا بلاغ حول يعني العنف اللي تعرضوا له، وكنا كنقولوا بأننا نضع الجمعيات ديال المحامين الشباب في المغرب كامل رهنا إشارات الضحايا ديال العنف لتقديم شكايات. ولا بمجرد ما كانت البلاغ الحكومي الأخير اللي فرض فيه الجواز التلقيح للولوج الى الادارات والمرافق العموميه، كان ايضا الاطارات المهنيه صدرت موقف واضح من ان هذا الاجراء غير قانوني وغير دستوري، فيه مس خطير بحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا. وفاش كيتجلى هذا المساله؟ انا غادي نجيك غير باش نفسر واحد المساله، انه الا كنا كاين اللي غادي يقول بانه اودي كتصدروا بلاغ هادشي اللي كديروا المحامين على المستوى الفردي ديالهم، يعني بحكم المهنه ديالهم ما يمكنش تفصل نهائيا على الدفاع عن حقوق الانسان. المحامي هو الشخص الوحيد اللي ما تيتطوعش ليه الدفاع عن حقوق الانسان، يعني واجب عليه ما كيتطوعش. يمكن الطبيب، يمكن المهندس، يمكن اي واحد الا كيشتغل في جمعيات ومنظمات ديال حقوق الانسان كيكون تطوع منه. المحامي ما كيتطوعش في هذا المجال، المحامي واجب عليه، مهنته كتفرض عليه قيم اخلاقيات، مهنته كتفرض عليه الدفاع على حقوق الانسان. إذن المحامين كينشطوا داخل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، داخل الأحزاب السياسية، كتلقى أغلب الإطارات ديالها محامين وكيشتغلوا بحكم كما قلت لك الواجب المهني اللي عندهم، وكتلقاهم في الوقفات الاحتجاجية. راه بزاف ديال المحامين تعرضوا حتى هما خداو حقهم يعني من التعنيف في إطار الوقفات الاحتجاجية، ولكن باش ينزلوا كإطارات وباش يدعيوا مثلا الى مقاطعات المحاكم والاحتجاج الاخري، هذه المساله عمليا غير ممكنه. علاش؟ لانه على طول السنه كنشوفوا بانه دائما كاين مس
بحق من الحقوق ديال فئة معينة. الا جاوا المحامين كل مره ينزلوا في الاحتجاجات ويوقفوا المحاكم معناه انهم ما يبقاوش خدامين، ماشي ما يبقاوش خدامين بالمفهوم المهني، يعني غادي يحبسوا خدمتهم، لان خدمتهم ماشي ديالهم، خدمتهم فيها الدفاع على حقوق ديال المتقاضين ديال المواطنين والحريات ديالهم، وبالتالي ما يمكن لهمش هما يخليو داك الثغر اللي يوميا كيدافعوا فيه على الحقوق والحريات ديال المواطنين وينزلوا للشارع. ولكن في الوقيته اللي وصلت وصل فيها هذا الخرق المحاكم والعدالة واللي هي الملاذ الأخير ديال 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 المواطنين، لأن المواطن في الوقت اللي غيكون عنده حتى داك التدخل الأمني اللي تيكون عنيف مثلا في حق شي مواطن، لمن غيلجأ إلا ما كانش هذاك التدخل خاضع للضوابط القانونية؟ غادي يمشي يشتكي للمحكمة، إذا غادي يخصو محامي تما اللي غادي يدافع عليه. إذا المحامي ما يمكن لهمش اليوم، ماشي اختيار منهم اليوم، تفرض عليهم، لأن المس جا حتى المكان اللي جميع الفئات ملي كيكون عندها شي حاجه كتمس الحقوق ديالها ولا الحريات ديالها سواء من الدوله او من غيرها كتلجأ ليها. اذا بالضروره كانوا المحامين غادي يديروا هذا الرد فعل. فاذا انا نعاود نجمل لك على انه المحامين ما عمرهم تاخروا في اصدار مواقف كل ما تمست الحقوق ديال شي فئه من فئات المواطنين. هذه المساله ما كيديروهاش تطوعا، وانما كيديروها لان المهنه ديالهم كتفرض عليهم، يعني عالميا كما هي متعارف عليها عالميا كتفرض عليهم انهم يدافعوا على حقوق الانسان، جزء من المهنه ديالهم. في هذا الاطار هذا يعني البعض يتساءل عن مدى مشروعيه هذا القرار الحكومي، والان هناك نقاش ساخن ما بين طرف مؤيد وطرف معارض، ووقع واحد النوع من الانقسام حتى داخل المحامين انفسهم حول مدى مشروعية هذا القرار. على مدى تستندون أنتم كمحامون شباب في رفض فرض جواز التلقين؟ إحنا النقطة اللي كنعتبروها غير قانونية وفيها خرق سافر للقانون هي تقييد استفادة المواطنات والمواطنين المغاربة من الخدمات ديال المرافق العمومية الحيوية بتوفرهم على جواز التلقيح. لماذا؟ لأن التلقيح إلى حدود الساعة هو اختياري، بمعنى أن القانون تعطي لكل واحد الحق أنه يختار يدير التلقيح أو يختار ما يديروش. لماذا؟ لأن هذا التلقيح هذا مازال فيه نقاش كبير على المستوى العالمي، ومع الأسف هذا النقاش غايب على في وسائل الإعلام الرسمية المغربية. كنشوفوا بانه كاينه حمله في اتجاه واحد فقط وما كنلقاوش الراي الاخر. انا ماشي متخصص في الميدان العلمي، ما يمكنليش نعطي راي في المجال العلمي حول اللقاح، حول فعاليته، حول عدم فعاليته، حول المخاطر اللي فيه، حول هذا يعني عنده الناس المتخصصين فيه. ولكن الناس المتخصصين فيه احنا كمواطنين كنتبعوا وكنشوفوا عالميا، كنلقاو بانه كاين واحد الاختلافات كبيره ما بين كبار العلماء في العالم، وبالتالي الموضوع ماشي سهل. اللي مجزوم به حاليا هو ان هاد اللقاحات بغض النظر على فعاليتها وخطرتها الى اخره، هذه كما قلت لك انا ماشي اختصاص ديالي، ممكنش ندوي فيها، تعطات لها الرخصه باش انها يتم العمل بها في اطار مصادر استثنائيه، لانه نظرا لحاله الاستعجال اللي خلقها الحاله الوبائيه العالميه، فما يسمى بلا ميز سوغ لو مارشي، تعطات في اطار واحد البروسيدور اكسبسيونيل، لانه كل هاد اللقاحات مازال ما استوفاتش المراحل المطلوبة علميا باش تاخذ داك الترخيص، مازال في لافاز 3، مازال ما كملوش لافاز 3 وخداو هذا الترخيص هذا. فتعتبروا من الناحية القانونية على انه مازال في طور التجربة. اذا المادة 7 اسمها بلا ديال الحقوق السياسية والمدنية، كاينه المادة 7 اللي يعني تتمنع منع مطلق انه نخضعوا شي واحد لتجربه طبيه او علميه بدون رضاه الحر. هكا العباره، ماشي بدون رضاه فقط، بدون رضاه الحر. وبالتالي لما كيجي الجواز ديال التلقيح وكيخلي الناس ما تستفدش من الحقوق ديالها في الادارات والمرافق العموميه الحيويه، كيولي هذا اسلوب لاكراههم، بمعنى غيمشيو يديروا التلقيح ولكن ماشي برضاهم الحر، مكرهين على انهم يمشيو يديروا التلقيح، وممكن تكون قناعتهم الخاصه او اختيارهم الخاص على انهم بغاو يستعملوا المكنه القانونيه اللي عطيها لهم القانون، حيد لهم حتى شي واحد على انهم ما يتلقحوش.
إذن هاد الشيء علاش؟ ولكن هاد الشيء هذا ماشي كنقولوا غير من هاد الجانب، هذا كنقولوا حتى من الجانب ديال المرسوم بقانون اللي سن احكام خاصه بحاله الطوارئ الصحيه، عطى للحكومه الاصل ان الحكومه غتاخذ واحد المجموعه ديال التدابير اللي ممكن تقيس بها الحريات والحقوق اللي في الاصل مجال ديال المشرع ديال البرلمان هو اللي خصو يشرع فيها، لان تما فين كاينين ممثلي الامه وكاينين فيه الاحزاب السياسيه اللي كتحمل مسؤوليه سياسيه ومسؤوليه قانونيه في اختيارات ديالها. فلما تعطات استثناء للحكومه اللي هي سلطه تنفيذيه انها ممكن تاخذ قرارات اللي تقيس بها المجال الاصلي ديال المشرع قيدها، ما عطاهاش شيك على بياض، ما قالهاش يمكن لك تاخذي التدابير اللي بغيتي بدون قيد. لا، الماده الثالثه من هذا المرسوم الفقره الاخيره فيها واضحه، اولا تيعطي للحكومه انها تاخذ التدابير اللازمه اللي كتقتضيها الحاله الوبائيه بمراسم مقررات تنظيميه بواسطه مناشر وحتى بلاغات، لان ربما حاله السرعه تقتضي احيانا انه بمجرد بلاغ. ولكن علاش؟ اولا من اجل التدخل الفوري والعاجل للحيلوله دون تفاقم الحاله الوبائيه، يعني هذوك التدابير خصها تكون مرتبطه بالحيلوله دون تفاقم الحاله الوبائيه، ما يكونش عندها شي هدف اخر مثلا في هذه الحاله. الهدف ماشي هو الحيلوله دون التفاقم الحاله الوبائيه، لانه الان العالم كله يجمع على ان التلقيح ما كيحميش 100%، معنى الملقح ممكن يكون مصاب، ممكن يكون حامل الفيروس وممكن ينقله. اذا الهدف منه هو انه تدفع الناس يمشيوا يديروا التلقيح رغم ان عندهم الاختياريه القانونيه، بمعنى تكرههم لانه كتحرمهم من حقوقهم الوطنيه وتتحرمهم من الاستفاده من المرافق العموميه. ولكن المشرع رغم انه حدد الاهداف ديال التدابير اللي خص الحكومه تاخذها بهذه الوسائل، زاد احتياطا قيدها في الفقره الاخيره وقال لا تحول التدابير المتخذه المذكوره دون ضمان استمراريه المرافق العموميه الحيويه. وحده اي تدبير خدته الحكومه خصها تستحضر هذا القيد، هذا خصها تشوف ذاك التدبير واش كيمس الاستمراريه ديال المرافق العموميه الحيويه، وخصها الا كان كيمسو تضمن دير واحد التدبير واحد اخر اللي كتضمن به ديك الاستمراريه. وما اكتفاش المشرع بهذا القيد، هذا زاد باش يوضح اكثر وقال وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. بمعنى اليوم في الوقت اللي جات الحكومه وقالت وشافت هي راه الحكومه كتبني على اراء ديال المجلس العلمي التقني اللي كيتبع الحاله الوبائيه، شافت بانه هذا الباس فاكسينال ولا الباس سانيتير خصو يدار في اطار الوسائل والتدابير ديال الحيلوله دون تفاقم الحاله الوبائيه، كان خصها تستحضر هذه المساله. في الوقت اللي قلتي الناس مثلا ناخذوا نموذج المحاكم، قلتي بان اللي ما عندوش الباس فاكسينال ما يدخلش للمحكمه، خصها بان هذوك المتقاضين المرتفقين راه ما جايينش للمحكمه بخاطرهم، ما جايينش من اجل الترفيه، ماشي بحال القهوه، هو يمكن لي نمشي ناخذ قهوه ديالي، يمكن لي نمشي ما ناخذهاش اختيار، ولكن كيجي المحكمه ما كنجيش مختارا، عندي حق معين جاي ندافع عليه، او الحريه ديالي مهدده خصني نجي نصونها او الى اخره. اذا هذاك مرفق حيوي جدا، تيخص الحكومه فاش خدات هذا التدبير تاخذ تدابير اللي كتامن الخدمات ديال هذاك المرفق المرتفقين ديالو. بمعنى اليوم كاين ملف متوقف على شاهد، كاين انسان معتقل يعني بجنايه في نفس السياق الان المحامون يتمكنون من الولوج ربما في اطار نوع من التغادي من طرف السلطات العموميه وربما في اطار توافقات معينه، ولكن الان المتقاضون هم الذين يؤدون الضريبه كما قلت قبل قليل، يعني كاين هناك شهود، كاين قضايا مستعجلة تتطلب حضور المرتفقين، فكيف يمكن التعاطي مع هذا الوضع؟ نعم، أولا كما قلت لك قبيلة المحامون وهنا أحيانا كيتم تغليط الرأي العام لأنك تعطى واحد الصورة ما صحيحاش. المحامون في الوقت اللي كانوا كيهضروا على أنهم يدخلوا بدون قيد أو شرط كانوا كيقولوها لجوج الأسباب. السبب الأول هو عدم قانونية هذا الإجراء، والمحامون خصهم يدافعوا على سيادة القاعدة القانونية. علاش؟ لأن طبيعة مهنتهم، أنا فاش كنمشي للمحكمة باش ندافع على حق ديال الموكل ديالي راه كنمشي باش ندافع عليه بالوسائل القانونية. في الوقت اللي نشوف بأن القاعدة القانونية ما تحترمش في المحاكم، يعني في أبواب المحاكم، غنولي خايف على المصالح والحقوق ديال داك المواطن اللي كندافع عليه. علاش؟ لأن الحماية الحقوق ديالو مرتبطة بسيادة القاعدة القانونية. إلا ما بقاش القاعدة القانونية تسود وتخرق بواسطة أجهزة ديال الدولة
هذه ما نقدرش نادي المهنه ديالي، المهنه ديالي مرتبطه بان القانون يسود.